نقول الفقرات الخاصة بتاعتنا. أول حاجة طبعا إحنا عندنا النهاردة يعتبر ثلاث فقرات مهمين جدا لثلاث شركات عقارية كبار، أسامي كبار، أسامي معروفة في السوق العقاري، عندهم مشروع واثنين وثلاثة وسلموا مشروع واثنين وثلاثة على أرض الواقع، وعندهم هيستوري محترمة جدا. في حفلات كانت خاصة بيهم، لونش خاص بيهم، وكان في كل واحد فيهم كان عامل فكرة جديدة بمشروع جديد بفكرة حلوة شوية. لو إحنا حبينا نقول مثلا الفقرات الخاصة بينا، معانا شركة معمار دجلة، ومعانا بعد كده شركة سيف العقارية، شركة مهمة جدا برضو، والشركة المهمة جدا النازلة بقوة جدا في مدينة العبور برضو شركة اف يو دي. لو انا قلت لكم بقى نبتدي باول اول خبر لينا في الفقرات، او نبتدي باول فقره لينا، احنا معانا شركه معمار دجله. شركه معمار دجله هي شركه لو احنا قلنا رؤساء مجالس ادارتها هم شباب واعد جدا، شاطر قوي، بقى لهم 3 4 5 سنين في السوق، مطلعين اكتر من 4 مشاريع على ارض الواقع بطريقه ما شاء الله. لو احنا حبينا نتفرج على الشكل بتاعهم، لا مطلعين شكل كويس جدا، ماتيريال محترمه جدا، بايعين كويس قوي، مشغلين، مسلمين على ارض الواقع مشروع واثنين وثلاثه واربعه، وهم شباب ماشيين على خطوات مظبوطه جدا. المشاريع بتاعتهم في العاشر من رمضان اسمها وعدها، هتسمعوا عنها كتير الفتره القادمه، شركه معمار دجله. خلينا نطلع التقرير الخاص بيهم ونرجع تاني. في البداية أنا حابب إن أنا أأكد على كذا نقطة، إن نجاح أي مشروع معتمد على اللوكيشن بتاعه، وده يعني موجود حاليا في مشروع السي جي إكس، إن هو على محاور رئيسية، بنتكلم إن هو أمام المعهد التكنولوجي بشكل مباشر، وده بيخدم ما يقارب من 20 ل 30 ألف طالب يوميا، بنتكلم إن هو في كثافة سكانية محاطة بمنطقة ما يقارب من 50 ل 60 ألف نسمة. فهنا بالنسبة لنا إن أنت حققت كده نقطة الترافيك، يعني بنتكلم يوميا ما يقارب من 100 ألف شخص موجود في الزون ده، فأنا كده حققت نجاح، أول عامل من نجاح أي مشروع خدمي. طيب تاني نقطة، لما ندخل في المشروع من جوه، طبيعة المشروع نفسها هي طبيعة مختلفة تماما عن أي مشروع موجود جوه العاشر من رمضان، بسبب إن المشروع ده إحنا لما خططنا للمشروع قلنا إن إحنا هنعمله هو دور واحد فقط، بحيث ان انا اقلل الريسك في التنفيذ، في السرعه وفي الانشاءات. فاحنا بنتكلم المشروع ده في خلال من 8 شهور لسنه على اقصى تقدير هيكون الحلم ده تحول لواقع وبقى موجود. فبالنسبه لنا اي عميل هيدخل النهارده في المرحله الاولى من اللونش ويبدا ان هو يحجز بمستويات الاسعار اللي موجوده وبدفعات الدفعات المقدمه او الداون بيمنت بلين، هيلاقي فرصه استثماريه كبيره جدا تؤهله ان هو بعد سنه او وقت تسليم المشروع وتشغيله هيلاقي عائد استثماري كبير جدا على المقدم اللي هو دفعه. المشروع احنا طرحينه على كذا مرحله، اول مرحله ان احنا عاملين داون بيمنت بلين، المقدم بيبدا من 20% وتوسيط على 3 سنين، وفي انظمه سداد ثانيه مختلفه تماما. يعني الحمد لله يوم مميز ويوم جميل جدا في وسط عيله معمار دجله وكل الساده العملاء، وتشرفنا بحضور العملاء كلها الحمد لله، فضل ونعمه عند ربنا. يوم جميل ومبسوطين طبعا ان احنا ظهرنا بصوره كلنا ايجابيه، وصوره يعني تبين مكانه معمار دجله في السوق العقاري في مدينه العاشر من رمضان، وان شاء الله اللي جاي باذن الله افضل ان شاء الله. احنا الحمد لله بنشهد النهارده الافتتاح رابع مشروعات الشركه ستيت جيكس، ان شاء الله يكون علامه مميزه وجديده جدا بتصميمه الفريد وبفكرته المعماريه المميزه جدا، اللوكيشن بتاعه المميز جدا في وسط المدينه، فان شاء الله باذن الله يبقى نقله كويسه جدا للمدينه على خريطه التطوير العقاري. نشكر طبعا 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 الدكتور وليد عباس ووزاره الاسكان بالكامل على دعمها القوي جدا للصغار المطورين او المطورين الناشئين. الحمد لله ده الحمد لله نتيجه اتجاه الدوله ودعم الدوله ودور القياده السياسيه في دعم النمو العمراني في المدن الجديده. بنشكرهم جدا جدا جدا،
وطبعا الشكر موجه برضو لجهاز العاشر من رمضان، تعبوا معانا جدا وراجعنا كتير، وفي تفاصيل كتير جدا انشائيه في المشروع، والحمد لله باذن الله يكون نظهر باذن الله ان شاء الله بشكل مشرف باذن الله ان شاء الله. هو اهم رساله عايزين نوضحها للعميل وللسوق ولمصر كلها، الحمد لله معمار دجلة مكملة في طريقها وفي حلمها. معمار دجلة احنا فقدنا شريك واخ عزيز كان في وسطنا، ركيزة رئيسية جدا، بس احنا الحمد لله مكملين على عهدنا ومكملين على كل الوعود اللي احنا اديناها للعملاء الفترة اللي فاتت. الحمد لله قريب جدا ان شاء الله نشهد تسليم مشروع سكاي 1 وسكاي 2، برضو اللوكيشن بتاعه مميز جدا، ان شاء الله يبقى في حفله قريب لتسليم المشروع بالكامل ان شاء الله. ظل الظروف الراهنه في ظل التنميه المستدامه اللي بتقوم عليها مصر وسياده الرئيس، توجيهات سياده الرئيس والقياده السياسيه، فمول زي كده ان شاء الله بيخدم 700 فرد او 700 عميل هيقدر ان شاء الله يستفيد بـ 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 بالمكان دوت. فطبعا دي نقله تانية خالص للعاشر من رمضان، ومدينه العاشر من رمضان تستاهل المزيد والمزيد، وان شاء الله بامر الله مدينه العاشر تنافس التجمع والعاصمه الاداريه الجديده.